نعرف ان سكول ملتزم شويه مثلا في نظام عم تكش مشاكل شويه. لا 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 يحبني على الاخر ونحبه على الاخر. سي فوزي بالعكس صدقني صحيح، معناه في حاجات هذيك حاجات شخصيه كل واحد وتوجه بتاعه، مي انا نحبه برشا برشا وديما علاقتي به باهيه لليوم ونحكي معه ديما، وهو سي فوزي حبني برشا من بيا برشا. نتذكر في الفينال بتاع الكاف سالوه اللي انا ما عطيتش روندمون، قال لهم هذاك اول واحد في الاكيب تاعي دونك من بيا على الاخر. حتى كي مشيت للكويت بعد الاسبيرونس هو رجع للاسبيرونس، تذكر وقتها كلمني باش نرجع للاسبيرونس، قلت له كي نرجع، وكان بعد قبل ما نرجع للكويت هو ديجا خرج مره اخرى من الاسبيرونس. كنت باش نرجع تبع الجامعة. اي وقتها كلمني هو سي فوزي كلمني يسمع فيه يعرف. به حكيت انت قبيلك على البينالتي، فهل ضد المغرب الفاسي اول بينالتي شطتها انت؟ كيف علاش شطت انت له الساعه؟ خاطر نعرف الشوط وعندي ثقه في روحي وديما ما نخافش انا من الامور هذه. انت ديزيني الاولى؟ لا لا انا زيد كوره مشيت الاول حبيت معناتها مش ما كانش المدرب يحط انت لا 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 على راحتكم اللي يحب يشوت يمشي يشوت. لا قبل الماتش ما صارش معناتها احاديث على البيلانتي وصلنا شكون الاول شكون الثاني قبل الماتش، نحكي لك في الرينيون. مي انا خذيت كوره مشيت وحدي، انا حبيت نشوت الاول وحدي فهمت. كهو عملت شوا اللي هو خذيته في لي بول معناتها ماركيت كونتر كادونا نتذكر وقتها على كلوب، عملت نفس الشوا على يسار الجارديان قويه ديما نحب نشوت هكاك. كهو هو الجارديان تاع الوداد توا بارامون للرجاء سبقني فهمت، انس الزنيتي. انس الزنيتي بالضبط هذاك هو سبق فهمت، وانا صغير نورمالمون على الاقل معناتها نبدل ولا نعمل حاجه اخرى فهمت. هكا من وقتها هزيت انا الحكايه، وحاجه بالعكس هذه حاجه علمتني برشا في المستقبل. الجمهور ما قبلهاش. هي بالطبيعه ما قبلهاش، ومش مني انا برك من الناس الكل، اي ملاعب يضيع بينالتي مش هما برشا ضيعوا وقت. انا وزياد ضيعنا، انا وزياد زياد الاخرى هذه. اي الاخرى انا ضيعت ومن بعد هما ضيعوا، من بعد ضيع زياد وهو ركيو هذيك هي. شنو صار؟ كهو من وقتها شوف اسلام خويا في عامة الكلوب راني انا لاعب تيتيلار المدربين الكل. بعد تنحى سي فوزي في بعد الكوب دافريك جاء عبد الحق بن شيخه لعبت معاه تيتيلار كونفيرمي، وديما يحكي معايا راه بالنسبه لك انت عندوش كتاب في الاكيب تاعي. دونك كهو من بعد فات سيزون توجه جديد بتاع النادي ومشيت على روحي وربي وجه كل واحد على خير. كنت ديما تسمع كلام تاع موش تاع جمعيه كبيره تاع جرجيس فقط مع خلال ديما تسمع الكلام هذا؟ اي نسمع ومش حاشم منه حتى طرف، وغلط كلام غلط. علاش؟ معناه ملاعب يعرف عنده كاليتي في بلاصه في بلاصه، لا هي مربوطه بالشخصيه. انا كان جيت شخصيتي مش تاع جمعيه كبيره نقول قايل ما نهزش بيناتي في الفينال نمشي وحدي نحب نشوت فهمت. وانا في البريود هذيك ديجا ما زلت مانيش كونفيرمي، معناها في محل شك، معناها ما زلت مانيش ستابل فهمت. مش لازم هكاك كانش بيناتي هذيك لازم نقولوا تكون معناتها حكايه. اي صحيح قول قايل برشا راه برشا حكايه، وليش لازمك انت علاش ماشي الاول؟ ما تو كان يرجع بيه ما زلت ماكش من الكاد نتاعك. اي مش من الكاد انا حكيت لك انا ما زلت هذاك هو حبيت نجاوب انا على مش بتاع جمعيه كبيره مانيش حاشم منها ومش متقلق منها حتى الطرف وغالطة، خاطر أنا كان جيت مش تاع جامعة كبيرة نقول قايل ما شوت جملة أنا في الخمسة توا خبي راسي. واش لازمني؟ مشيت أنا وتوا كان يرجع بيا الوقت نشوتها أنا الأول. ونشوتها في نفس البلاصة. في نفس البلاصة زي في نفس البلاصة والله العظيم والله تو هاني تو في السعودية مركزنا خمسة بيلنتيات لا أربع بيلنتيات في نفس البلاصة هذيك. علاش هذيك بالذات؟ ويعرفوني شوت غادي ويمشي وما يخلطوش، الماتش هذاك الناس زيت خلطت وجاب. صح معناها يعرفوك اللي قاعدين الكل تشوت غادي يمشيو اي توا السعوديه كلهم نفسهم في الكوتي هذيك ويمشيو غادي ما خلطوش معناها تقول له نمشي نشوت غادي اي والله العظيم كيما نحكي لك والله عليك شنو السيرة قوية معناها اي خاطر الانتري تاعي قوية اي الانتري تاعي قوية خاطر نشوتها غادي ويمشي يخلط ما يخلطش هذيك الموضوع يا اخي ما مشوتها غادي انا ما نعرف كنت مشيت صحيح ما يخلطش اما ما فيش فينال خلط تكاو كاتب لي ربي مشي نزلنا القضية به قلت لي سليم الرياحي هو اللي كي جاي خرجك علاش؟ لا مش خرجني انا هو وين يعرفني خرج 80% من الكيب عنده توجه جديد هو يحب يجيب جوارات اللي يحز بهم هو البطولة باش تبدا الميريت لي هو دونك من حقه وقبلت انا الشيء هذا كنت لك مازال وقتها مازال اي مازال مشيت اعاره انا ديجا حمام لنف بعد رجعت من حمام لنف اعاره كهو انا في حاجه اسلام خويا ما نقبلش البنك شو ما نقبلش معناها ما نحملش سيرتو في الديبي بتاع الكارير تاعك علاش باش تبقى على البنك كهو انا عرفت روحي باش اي لاعب يقعد على البنك
اي ملاعب، ياما انا عرفت روحي مش باش نلعب وانا عمري 24 سنه، نمشي نشوف رزقي في بلاصه اخرى عادي، لا الكلوب واقف عليا ولا انا رزقي عنده كلوب. من حمل من معناتها من حمل انف رجعت لبن قردان. اي مشيت لبن قردان وقتها سلام، الناس الكل وفيه السيد هذا وفيه سيتو ديفيزيون 2 معناها ايكيب ايكيب معناتها تكون في الكلوب معناها في القمه في تونس. أي. تمشي لديفيزيون 2 معناها حتى كي تطيح تطيح اقل. اي عايش بن قردان بالبيت، هو شو خذيته على العائله بتاعي خاطر انا عائلتي غادي وصاروا حاجات في العائله اللي علينا فيهم، حبيت نقرب نعيش مع عائلتي. ومن بعد ثم عاطفه في الشواء بتاعي خاطر بلادي وجمعيتي، دونك مشيت غادي. من بعد الناس الكل معناها حطهم خاخم اللي انا وفيت كروي، حتى اللي كان يكلمك كل يوم ولا يكلمك مره في الشهر. بعد كي رجعت لسبيرونس رجع يكلمك هذيك البلاد بتاعنا كيفاش، هذيك الدنيا هذيك مع الواقف هذيك. بخلاف بشكل بخلاف البينالتي صار لك حاجات ايضا في الكلوب. الفيديو وقتها نتاع نسمة اللي عملته وقتها هجمت فيه نسمة انت عليه الساعة وقتها الحكاية؟ والله قبل ما نكون جوار انا مواطن عادي كي الناس الكل، نوجه معناتها هي ثورة وقتها كل واحد يعرف لي رايه عادي، انا عطيت رايي في الشيء هذاك اللي هو عيب معناها وصلنا للدرجة هذه. والفيديو هذاك معناها كلفني برشا، عمل لك برشا مشاكل. اي كلفني برشا، وليت نلعب في الكلوب والاسمي ما تذكرش، نلعب تيتولير الكرة عندي والمعلق مش موجود. ما تذكرش اسمه علي معناتها ديما هكا تصير بالك صارت معناها صارت تو دي فوا صارت هذه، فما ناس عملوا لي يا اخي انت لعبت ولا وانا نلعب راه الكرة معلق شوف كرة عندي ما تذكرش جملة. عادي انا قابلها ومتقبلها وفاهمها ويرجع بيا الوقت التالي نعاودها. زاد صار لك ضغوطات ولا حاجات في الكلوب وقتها؟ لا علاش لزك واش دخلنا في الحكايه هذيا ولا فما شويه فماش كلامك؟ هو حتى باش يجي يلوم ما يحكيش في الوجه يحكي في ظهرك اش لز وعلاش يعمل هكاك. مي موقف عملته باش معناه قال الراجل البرد نعطي موقفي وكا فهمت، حبيت نعطي موقفي ما عطيته ويرجع بيا الوقت التالي زاد نعاودها. حتى وصلنا صرنا نعملوا هكاك معناها في بلادنا وكا وعطيت رايي. فهمت. من بن قردان لجرجيس مره اخرى هكا؟ اي قردان لجرجيس مره اخرى. عاودت لانسيت كاريرك من جديد؟ اي هل... كهو 2015 ديما اي ملاعب يلعب في جرجيس دونك ديما يكون مرتاح. عملت عام كبير كلموني لسبيرونس مشيت معهم ديريكت. قبل لسبيرونس ظهر لي عاودوا كلموك حتى الكلوب وليتوال؟ ليتوال كلموني ومي خذيت الشواء بتاع لسبيرونس. الكلوب لا كان فما حتى اوفر في السعوديه خيرت لسبيرونس على الناس الكل. علاش؟ علاش خذت ما تصورش فما ملاعب تطلب لسبيرونس ما يوافقش. انت كلوبيست؟ انا بروفيسيونيل. كلوبيست ولا ماكش كلوبيست؟ خاطر يقول انا مشاكل كلوبيست في الصغير صغير كلوبيست تو ما عادش بعد كي بديت نلعب كيب سينيور في جرجيس وليت انا نبدا بروفيسيونيل صحيح معناها ما عادش معناها تكلمك لسبيرونس ولا الكلوب ابري تو انت لاعبي محترف تخدم على روحك. ولكن لبست مريول الترجي مع وقت وليت لا ريت اسلام العاطفه بتاعي ما عادش ما بعد ما وصلت نلعب في كيب ترجي جرجيس معناها توا في الفان كارير بتاعي معناها في ال 34 سنه بيانتو معناها كي تحكي لي على العاطفه نحكي لك جرجيس وبن قردان كهو لا كهو شنو معناها شو جمعيات شفت منهم كان خير ترجي وكليب كهو صفحه مشيت على روح فقط معناتها كانت تجربه احترافيه تخدم على روح قدمت على جرجيس بالذات مثلا جرجيس خاطر صاحب تفضل كبير علي الاسبيرونس والكليب ليه سبيرس كليب شنو هو صاحب فضل معناتها بالطبيعه صاحب فضل اي جمعيه لعبت فيها عندها عاطفه عندي مي نحكي لك هذوكم بالذات مي حتى حملهم في لعبت فيها عندي عليها عاطفه ديما حتى نشوفهم يلعبوا ماذا بيربحوا ترجي توا ديما نشجع في الاسبيرونس صحابي يلعبوا في الاسبيرونس والكليب ديما توا كي نشوفهم يلعبوا نحبهم يربحوا نحبهم يفرحوا مي نحكي لك على العاطفه الكبيره لاصحاب الفضل الكبير مثلا ما منعش انا شنو فادوني برشا التجارب اللي عملتهم اكثر من الناس اللي بديت من عندهم بن قردان وجرجيس ديما دونك ديما ما علاش علاش لصق فيك الاتيكيت نتاع كلوبيست؟ كنت في لوجين معناها كي كنت صغير معناها كنت صغير كنت كلوبيست معناها وانا صغير حتى نحكي لك راهو حتى ل 17 سنه صغير كلوبيست من بعد هو وليت انا بيدي
عندي شخصيتي وانا عندي جمعيات نلعب فيهم دونك. راهو اسمع سلام راهو ما فما حتى ملاعب تو اللي يلعبوا تشوف فيهم تو بالسبورت كلوب. راهو كان تكلم الجمعيه بار بلال عيفه مستحيل يمشي للاسبيرونس ولا خليل شمام يمشي للكلوب هذوما الزوز سينو راه كلهم راهو اللي كلمهم يمشي معاه. انا نقول لك لا اي ملاعب تلقي يلقى الفلوس في اي جمعيه يمشي. لا لا, لا بلال لا انا ناكد لك بلال البارح انا وياه مستحيل يمشي للاسبيرونس ناكد لك يعتوز ما يعتوز. وخليل شمام مستحيل نعرفه خليل وصاحبي مستحيل يمشي للكلوب كي يعطيه وما يعطيه واضح على حسب على ضمانتك انت على ضمانتي اذا كانت تصير انا ما عادش نحكي على الكوره.